تقول السائلة: امرأة بها أورام في الرحم وتسبب لها نزيف بين فترة وأخرى وتضطر إلى نقل الدم، فهل يجوز لها إخراج الرحم علما بأنها أجرت عملية لاستخراج هذه الأورام من قبل ولكن الأورام عادت ثانية؟ هذا أمر يستشار فيه الأطباء المختصون، أنا ما أدري عنه، من الطبيب أنا. إذا قرر الأطباء أنه يشال الرحم فإنهم لا بأس أنه يشال للضرورة، يشاور الأطباء في هذا المختصون. نعم.